نمبر 3 ذا تمبريتشر اوف رياكشن. يبقى انا اخذت الناتشر اوف رياكتنت وخدت فيها حاجتين، خدت فيها السيرفيس اريا، خدت فيها التايب اوف بوندز، ودخلت في ثاني حاجه اللي هو الكونسنتريشن. نمبر 3 ذا تمبريتشر اوف رياكشن. طبعا يا جماعه واضح جدا من المفهوم ان لما التمبريتشر بتزيد اكيد اكيد هتزيد الكيميكال رياكشن، ده امر واضح جدا. حتى لما احب انا اعمل تفاعل كيميائي سريع اقول لك ايه، حط حراره، والحراره تعبر عنها بسهم، سهم عندي بالنسبه ل سوري على السهم كده بكتب ايه، مثلث، المثلث اللي على السهم ده يعني حراره. طيب تعالى بقى يا سير قول لي في حاله التمبريتشر ايه اللي بيحصل. انا الاول يا جماعه هقول لك التمبريتشر بتعمل ايه الاول في الرياكشن، طبعا بتزود السبيد. ازاي؟ تعالى اقول لك ازاي بتزود السبيد. الفكره كلها في موضوع التمبريتشر ايه هي، ان بتزود سرعه المليكيولز. بمعنى انت تعالى كده شوف يا جماعه، شوف شويه ميه لما احطهم على النار ويبداوا يسخنوا، شوف كل لما يسخن ايه اللي بيحصل، كل لما يسخن ايه اللي بيحصل لسرعه الميه. نجد ان سرعه الميه الجزيئات بتاعه الميه بتزيد، يعني الحركه بتاعتها بتزيد، وده بسبب ايه؟ انها بتجين بتكتسب ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي اللي بتكتسبها بتزود السبيد بتاعه المليكيولز. تعال بقى اقول لك حاجه صغيره قوي عشان تفهمها بيها. هنجيب فصلين، الفصلين دولت فيهم ايه؟ فيهم مثلا وليكن مثلا 10 طلاب، يبقى انا 10 طلاب في الفصل ده و10 طلاب في الفصل المقابل، تمام. انا عايز اعمل ايه الوسيله دلوقتي؟ عايز اشوف الحراره بتعمل ايه واطبق الكلام ده على الفصل بتاعي او الاولاد الموجودين عندي في الفصل. اول 10 هخليهم يمشوا بالراحه في الفصل واشوف كده عدد التصادمات، عدد التصادمات الناتجه يا ترى قد ايه. طبعا لو مشوا بالراحه يا جماعه، لو مشوا بالراحه هتبقى عدد التصادمات اللي عندي اقل. ليه؟ لانهم هيصطدموا في بعض لانهم ماشيين بالراحه. تعال اقول لهم ايه، يلا يا جماعه انتوا نفسكم مشوا بقى ايه المره دي جامد شويه، جامد شويه او اسرع شويه. اسرع ده معناه ايه؟ معناه انا زودت السبيد بتاعتهم، وده اللي بيحصل لما لما بسخن اي سبستانس بتبدا تكتسب ثيرمال انرجي وتزود من سرعه المليكيولز. يبقى المليكيولز هتحرك بسرعه جوه الرياكشن، وبالتالي هجد ايه؟ هجد ان التصادمات الكلوجن اللي موجوده بتوين هذه الرياكتنت مليكيولز بتزيد. تعال نشوف كده مع بعض كده في هذا الكيوب او في هذا الاسف في الكونتينر ده، في طبعا ادي النمبر اوف رياكتنت مليكيولز، هي دي 1 2 3 4 5 ده هم هنا. بس واضح لما سخنت ايه اللي حصل، سرعه المليكيولز زادت وبدات تتحرك حركه سريعه عشوائيه، وبالتالي التصادمات مع بعضها زاد. يبقى انا عايز اقول ايه هنا، بالتسخين بتزداد سرعه المليكيولز اللي هي الرياكتد مليكيولز، وبالتالي تزداد عدد التصادمات الناتجه، وبالتالي يزداد سرعه التفاعل الكيميائي. اقولها ازاي؟ كالاتي: باي انكريز ذا تمبريتشر ذا سبيد اوف ذا رياكتد مليكيول انكريز، so the number of collisions between them increase, so the speed of the chemical reaction increase. تمام؟ يبقى انا كده يا سير بعمل ايه؟ انا بشوف اثر الحراره على ال speed of the chemical reaction. تعال نشوف كده الراجل عمل ايه؟ الراجل عمل ايه هنا؟ نشوف كده التفاعل. هنا طبعا يا جماعه الراجل هنا ايه جاب اول حاجه تو افري سيسنت تيبلز، اللي هو
اقراص فوار مع سيميلر جلاس بيكرز الاثنين زي بعض، وطبعا كولد ووتر مره والثانيه هوت ووتر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما حط الفوار في الاثنين طبعا مع الهوت ووتر طلع البابلز بتاعه التفاعل كانت اكتر، كانت اسرع. ليه كانت اسرع؟ لان الهيت انرجي او الميه السخنه زودت السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن، وبالتالي اصبح الفوران في حاله الهوت ووتر اكتر من هنا في الكولد ووتر. طب اقول ايه اللي حصل؟ اقوله ازاي؟ اقول له ذا سبيد اوف ذا كيميكال رياكشن انكريز باي انكريز ذا تمبريتشر. ليه؟ بيكوز باي انكريز ذا تمبريتشر ذا سبيد اوف ذا reactant molecule increase, the number of collision increase, the speed increase. يبقى طبعا speed of the chemical reaction، يبقى سرعة الreactant molecule هتزيد، the number of collision هتزيد، فالسبيد بتاعة الكيميكال رياكشن كله هتزيد. علشان كده في حالة الهوت ووتر هيكون أسرع من حالة الكولد ووتر. The conclusion that speed of the chemical reaction increases by increasing the temperature of reaction. وده بقى العكس بقى ممكن اعمله. لو عايز انا ال speed of the chemical reaction ما يكونش سريع، يكون بطيء، اعمل ايه؟ اعمل عكس. انت كنت بتسخن بتزود ال speed of the chemical reaction، طب ما تيجي بقى ايه؟ تبرد. طبعا لو بردت ال speed of the chemical reaction هيقل. ليه؟ لان طبعا برضه السبيد بتاعت الرياكتنت هتقل. شوف بيقول لي بقى هنا ذا سبيد اوف ذا كيميكال رياكشن انكريز باي انكريز ذا تمبريتشر ديو تو انكريز ذا نمبر اوف كلوجنز بتوين رياكتنت مليكيولز، وبالتالي هنا في الفريدش از يوز تو بريسيرف فود. ليه؟ مبدئيا يا جماعه الروتينج اوف فود، فساد الطعام بيتم ازاي؟ نتيجة الرياكشن بتوين ذا بكتيريا اند ذا فود، في تفاعل بين البكتيريا والفود. لو هذا التفاعل كان سريع هيؤدي الى الروتين اوف ذا فود فاستر، وده اللي بيحصل لما اسيب اكل مثلا في بره ما احطوش في التلاجة في الصيف. في الصيف بيخسر بسرعة، بيبوظ بسرعه لان الحراره زياده، فبتزود من السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن بتوين ذا بكتيريا اند ذا فود. لكن تعالى بقى اعمل الكلام ده في الشتاء. طبعا في الشتاء ممكن اسيب الاكل بره الثلاجه ما يبقاش فيه مشكله لان الجو بارد، فالسبيد اوف ذا كيميكال رياكشن بتوين بكتيريا اند فود بيقل، وبالتالي ما بيحصلش روتن للفود بشكل سريع. اهو because the low temperature in the fridge slowed down the speed of the chemical reaction done by bacteria which causes rotten of fruit. يبقى كده يا جماعه خدنا التمبريتشر وعلاقه التمبريتشر بالسبيد اوف ذا كيميكال رياكشن. هنا برضه بيقول لي if you want to cook food faster you have to increase the temperature. لان برضه التمبريتشر ذا سبيد اوف ذا رياكشن اوف كوكينج فود انكريز باي انكريزنج ذا تمبريتشر، وده العلاقه ما بين التمبريتشر وما بين التمبريتشر وما بين السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن. تعال شوف الاكسرسايز ده. في الاوبزيت فيجرز شو ذا رياكشن ايكوال ماسز اوف كالسيوم. خلي بالكم يا جماعه ايكوال ماسز اوف كالسيوم، يعني الكالسيوم هنا قد هنا كله قد بعضه. اوف ووتر ديفر كونديشن، مع الظروف مختلفه. which is cases in the reaction is fast and dry. انهي واحد من ده هيكون رياكشن اسرع وليه؟ تعال نشوف مع بعض كده. اول حاجه ده تمبريتشر 20 ده 40 ده 20 ده 40، واضح جدا ان 40 هيكون اسرع، ده اول حاجه. بعد كده في بيس اوف كالسيوم، هنا كالسيوم باودر، خلاص يبقى واضحه جدا ان الكالسيوم باودر هتكون اسرع. يبقى اول حاجه هيكون هختار ال 40، يعني باي انكريز ذا تمبريتشر ذا سبيد اوف ذا كيميكال رياكشن انكريز، ادي واحده. والثانيه هنا الفاكتور الثاني اللي هياثر معايا هو عباره عن ايه؟ عباره عن السيرفيس اريا. في حاله البيس اوف كالسيوم، في حاله البيس اوف كالسيوم هتبقى السيرفيس اريا اقل، لكن في حاله الكالسيوم باودر هتكون السيرفيس اريا اكتر، وبالتالي هتكون السبيد اكتر. يبقى في الحاله نمبر كام؟ نمبر 4. كده خلصنا 3 فاكتورز من الافكت على السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن.
نشوف بقى الفاكتور الرابع اللي هو باسمه الكاتاليست. وات از ذا كاتاليست؟ يعني ايه كلمه كاتاليست؟ كاتاليست اولا هي عباره عن عامل حفاز او عامل مساعد. عامل حفاز لايه وعامل مساعد لايه؟ عامل حفاز انه بيزود او بيحفز الكيميكال رياكشن. نعم، زي ما قلت من شويه، العامل حفاز او العامل مساعد ده هو عباره عن فاكتور بيساعد في انكريز ذا سبيد اوف ذا كيميكال رياكشن. ازاي؟ كان حد بيحفزك على تفاعل معين. ساعات بيكون في واحد هادي جدا ومش عايز يعمل مشاكل مع حد، ولكن اللي قصاده بيستفزه، يعني يبدا ان هو يحفزه ويخليه اكتف اكتر علشان يخش في مشاكل معاه. هو ده العامل الحفاز، بيخلي التفاعل الكيميائي بعد ما كان المفروض بيمر او بيحدث بشكل بطيء، لا ده بيزود السبيد اوف ذا رياكشن، وده بسبب هذا الكاتاليست او هذا العامل الحفاز اللي هيزود لي سرعه التفاعل. تعال نشوف مع بعض ازاي. اول حاجه الكيميكال رياكشن از in which catalysts are used، اللي بيستخدم فيه الكاتاليست known as a catalytic reaction. كلمة catalytic reaction يعني بيسميها التفاعلات الحفزية، وهي التفاعلات التي يستخدم فيها عامل حفاز. وهذه التفاعلات تنقسم إلى نوعين حسب الإفكت بتاع هذا الكاتاليست، لأن يعني عنده نوعين من الكاتاليست. في عندي أول حاجة positive catalytic reaction، يعني تفاعلات حفزية موجبة يعني بتزيد فيها سرعة التفاعل الكيميائي، والتانية نيجاتيف كاتاليتيك رياكشن اللي هي تفاعلات حفزية بتكون سلبية أو سالبة، يعني بتكون بالتناقص، يعني ديكريز في السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن. حسب ايه؟ حسب انا طالب ايه من رياكشن. يعني انا عايز الرياكشن ده يبقى بطيء ولا يبقى سريع؟ هو في حد يا سير عاوز الرياكشن يكون بطيء؟ ممكن جدا. زي ايه؟ اقول لك زي ايه. زي مثلا لما تكون انت محتاج انك تقلل سبيد اوف كيميكال رياكشن علشان ايه؟ علشان مثلا ان انت مثلا ايه عاوز تحافظ على الطعام الروتين مثلا، اللي هي بنسميها يا جماعه المواد الحافظه. بتعمل ايه المواد الحافظه يا جماعه؟ المواد الحافظه بتقلل من السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن، من السرعه بتاعته، وبالتالي بيفضل الطعام بدون اي تفاعل مع البكتيريا لمده طويله حسب هذه الماده اللي حطيتها، وده اللي بنسميه التفاعل الحفزي السالب، اللي هو بيكون فيه ديكريز في السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن لحد معين انا بطلبه في هذا التفاعل. بسمي هذا النوع من التفاعلات اللي هي نيجاتيف كاتاليتيك رياكشنز او التفاعلات الحفزيه السالبه. تمام. انما الموجبه بقى انا عايز التفاعل يتم بسرعه، فبستخدم انا عامل حفزي يزود لي من السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن. تعال نعرف كده البوزيتيف والنيجاتيف. اول حاجه البوزيتيف دي ار كيميكال رياكشن ان ويتش الكاتاليست انكريز ذا سبيد، او انكريز السبيد يعني بيزود من سرعه هذا التفاعل. في حاله النيجاتيف عباره عن كيميكال رياكشن، الكاتاليست هنا يا جماعه بيقلل ديكريز من السبيد بتاعت هذا الكيميكال رياكشن. موست اوف كاتاليست، معظم الكاتاليست سبيد اب، معظمها بيزود من السرعه، الا بعضها بطيء جدا، يعني بعضها بسيط جدا ممكن يقلل من السرعه بتاعتي. نكمل. تعال نشوف كده اهم حاجه عندي اللي هي the properties of catalyst. يا ترى ايه هي الكومن فاكتورز او البروبرتيز بتاعت الكاتاليست؟ الكاتاليست يا جماعه بيتميز بعده بروبرتيز، وده اللي بيخلي هذا الكاتاليست يعمل دوره. نمبر 1 هو تشينج. الاول ايه نقول حته كده مهمه اللي هي ايه دور الكاتاليست في اي تفاعل كيميائي. الكاتاليست في اي تفاعل كيميائي اللي هو تعريف الكاتاليست عباره عن سبستانس تشينج ذا سبيد اوف ذا كيميكال رياكشن او تشينج ذا ريت اوف ذا كيميكال رياكشن.
نسيت قلت تعريفه. يعني ايه تشينج؟ يعني ممكن تزود السبيد ويتم التفاعل اسرع، ممكن تقلل السبيد ويتم التفاعل ابطا. علشان كده بقول تشينج وليس انكريز وليس ديكريز، تغير في الريت بتاع الكيميكال رياكشن. ليه؟ عشان الكاتليست ده بيأثر على السرعه بتاعت هذا التفاعل سلبيا او ايجابيا. فعشان كده بقول لك هو تشينج ذا سبيد، يغير من سرعه. تمام، تعال نشوف كده الحته اللي احنا كنا واقفين عندها اللي هي خصائص الكاتاليست. علشان الكاتاليست ده يا جماعه يقوم بدوره لا يتميز بعده خصائص منها زي تشينج ذا سبيد اوف ذا رياكشن، بات دونت، ركز بقى في دي، دونت ايذر is beginning or stopping. لا مش فاهم. الكاتلس ده بيغير السرعة، بيزود السرعة أو بيقلل السرعة، ولكنه ليس هو الذي يجعل التفاعل يتم. يعني التفاعل already بيتم من غير حاجة، ولكن في حالة الكاتاليست هو بيتم لوحده. الكاتلس بيعمل إيه بقى؟ إيه شغلته؟ الكاتلس بيزود من السرعه بتاعت هذا الكيميكال رياكشن، بيزود من سرعته او يقل من سرعته، ولكن ليس هو الذي يبدا التفاعل وليس هو الذي ينهي التفاعل. يبقى التفاعل كده كده من غير كاتلس شغال، التفاعل كده كده من غير الكاتلس هينتهي. امال الكاتلس ايه شغلته؟ بيزود من السرعه او يقلل من السرعه، يعني تشينج في الريت بدون ما هو الذي يبدا التفاعل ولا هو الذي ينهي التفاعل. ادي اول حاجه. طيب ازاي الكاتاليست يا جماعه بيزود او يقلل في السرعه؟ ازاي؟ تعالى اما اقول لك. زي ار يوزد الاول بقى، انا كمان ايه يوزد ان افيو اماونت. الله، يعني ايه فيو اماونت؟ دي كميه بسيطه. ليه؟ الكاتاليست يا جماعه معروف ان هو doesn't consume during the chemical reaction، لا يستهلك اثناء التفاعل الكيميائي. فعلشان كده اقل كميه هتكفي، لان كده كده الكميه دي لن تستهلك، وبالتالي they are used in few amount which are often enough to complete the reaction، تبقى كافيه للتفاعل لانها doesn't consume during the chemical reaction. طب نمبر 3، ايه بقى اللي بيعمله الكاتاليست في سرعه التفاعل الكيميائي؟ هو اللي بيحصل ايه؟ هذا الكاتاليست بوندد يعني يرتبط مع الرياكتنتس اللي هي المواد المتفاعله during the reaction اثناء التفاعل، but gets separated from it او from them rapidly. يعني ايه؟ طيب يعني ايه ديت؟